بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق أني وعدتكم ووعدت الشباب أني أقوم بعمل درس عن برنامج غريب، وفعلا برنامج يعني جديد وغريب ويفيد الشباب اللي يعني يسألون كثيرا عن الخامات وعن كيفية مثلا عمل خامة النورمال ماب، عمل خامة الاكلوجين، عمل خامة الديفيوس، والخامات الكثيرة اللي يتمناها الشخص وعنده تخوف من برنامج الزيبرش. البرنامج هذا اللي أنا أتعامل معه صراحة برنامج رائع ممتاز، يعطي خامات احترافية، اللي هو برنامج السبستانس بينتر. برنامج غريب صراحة لكن رائع. الآن راح نشوف مع بعض ما هي قصة هذا البرنامج. البرنامج طبعا سهل، ما في صعوبة. طريقة الاستعراض، كليك يسار كليك يمين، نفس المايه بالضبط. هل تريد انك فقط تنظر لل 3D only، يعني تريد انك تضع خاماتك على المجسم مباشرة، ام تريد انك تضعها فقط على ال 2D مباشرة، ولا تريد انك اثنين يكونون ظاهرين امامك بحيث انك مثلا تعمل تلوين هنا وتلوين هناك. يعتبر البرنامج هذا، ما أدري هل هو قريب من البادي بينت فكرته. عموما برنامج صراحة قوي جدا، أنا صراحة لما رأيته قلت لابد أني أعطيكم فكرة عنه. البرنامج سهل بسيط. أعطيكم مثال آخر يعني على السريع، مثلا خلوني أفتح صفحة جديدة، هذا المثال إن شاء الله يعجبكم. حلو، الكرة هذه نعطيها، أو خلونا هي أصلا فيها خامة export selection px aab b export file new select تمام اوكي حلو. هذه الكرة شايفينها، نختار الان خامات معينة ونبدأ نلون. خلونا بس نختار حجم الفرشة، خلونا نلون بسرعة. حسب الخامة اللي انت تختارها يقوم بالتلوين لك. طيب شايفين انا قاعد الون بهذا الشكل، بختار خامة ثانية. بهذا الشكل. خامة ثالثة. تمام، انتو الخامة اللي تختارها. طبعا كل خامة لها طريقة في الرسم. انا طبعا ارسم عشوائيا يا جماعة، بس ببين لكم اشكال الخامات وقوتها. البرنامج رهيب جدا، تقدر تغير ايضا الالفا وتغير اشياء ثانية، تغير يعني امور عجيبة. طيب حتى شكل الفرشاة اللي ترسم فيها تقدر تغيره. تمام هذه طبعا خامة سماوية، خلونا بس نحطها، نخليها سماء في الأعلى. انتو الخامة اللي تبغاها طبعا. هنا أرضية معدنية. تمام خلاص، نقوم بتصدير هذه الخامات. export all كانل، نفس تختار المكان اللي بتحفظ فيه بالسي. تمام
مجلد 5 سلكت اكسبورت. وش الرسالة اللي اعطاك اياها؟ شايفين طبعا راح ياخذ وقت لان الخامات كثيرة جدا. حلو خلاص اوكي نجح، خلص لنا اعطانا الخامات كلها التي نحتاجها. شوفوا الان كليك يمين مثلا بلين، خلوني اقول لان بلين فيها اكثر. تمام فايل تمام مجلد 5 هذا البيس كلر. تعال نضغط رقم 6 يظهر. يا سلام يا سلام يا سلام. طيب نروح للامبيانت كلر، امبيانت امبيانت امبيانت. انت شوف الصورة اللي تحس انها مناسبة للامبيانت. هذه مثلا او الرفنس، الرفنس تقريبا. حلو يا سلام. طبعا الغي هذه. حلو نروح للبمب. وعلى الفاليو حلو خذ النورمال. يا سلام خرجت، شايفين شيء رائع حسب المعدن. حلو طيب وتستمر هلما جرة، تستمر مع الخامات الأخرى. الدفيوس يلا يا دفيوس بسم الله. برنامج صراحة جبار. قاعد يحمل. قاعد يقرأ المايه تحت. يا سلام شيء رائع. طيب الخامة اللي بعدها كل شيء تبغاه. طيب انا ما راح اواصل، راح اوقف عشان الوقت. تمام سبيكولر صراحة ما ادري ايش اقول صراحة. برنامج اقل ما يقال عنه انه ابداعي رائع. باقي خامات طبعا لسه ما عملناها، هذا على السريع يعني. والرندر ولا اروع بالخامات اللي تريدها. بسم الله. والمنتر ريت طبعا يظهرها لك بشكل اروع واروع واروع. والى التطبيق التالي. احبكم ابو مايا. ما في صعوبة، خلونا نبدأ مع برنامج المايا. هذا موديل انا عملته للاسنان، انا ضعيف بالموديلينج. طيب العملية بسيطة، عملت اكسترود عادي، ومع الاكسترود طبعا الغيت خيار الكيب فيسز توجذر كانت اون. انا ماذا عملت؟ جعلتها صفر يعني طفيتها. تمام عشان اعمل هذه طبعا اللي هو برنامج ماي 2015. المهم بعد ما تعمل موديلك، تمام بعد ما تعمل موديلك طبعا في اخطاء كثيرة موديل بس عاد ما في مشكلة. طيب هذا الموديل امامي الان، نقوم بعمل اكسبورت سيلكشن، اصدره بصيغة FBX عشان يستورد البرنامج او بصيغة اوبجكت ما في مشكلة. تمام واسميه مثلا خنسميه حرف اخر حرف بالحروف اللي هو زد زد عشان نلقى اخر شيء، ولا نسميه ايه يلا ايه عشان نلقى اول واحد. تمام وبعدين نرجع للمايا ونستورد خاماتنا. داخل برنامج السبستانس بينتر نقوم بفتح صفحة جديدة نيو. على طول يقول لك تريد العمل السابق ولا لا؟ لا 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 نريده. طبعا هو مباشرة انت لما تفتحه يقول لك نورمال ماب فورماتها، تريدها دايركت اكس على الدايركت اكس ولا جي ال على راحتك. الحجم الدقة كل ما زدت تزيد. تختار المجسم اللي نريده اللي هو بأول المجسمات بحرف الاي انا وضعته عشان يكون قريب. اوبن اوكي
خلاص المجسم الآن هذا هو أمامي. طبعا السموث لأني ضغطت رقم 3 ما عملت سموث عادي، ما في مشكلة نعملها بعدين. طيب هذا المجسم أمامي، فتح لي على نافذتين، أنا أريد أني أفتحه فقط على 3D only، يعني اللي هو F2. طيب خلونا ناخذ الواجهة باختصار شديد شديد شديد. على اليمين الأدوات، برش ومحاية مثلا وأدوات ثانية وقطارة. عندك هنا الدوكومنت سيتنج، مهمة جدا. انت الخامات اللي تريد تستخرجها وشي؟ والله انا من الخامات اريد اني استخرج الرفنس، الميتاليك، الاديشنال ماب. تريد نورمال ماب، سلكت نورمال ماب. تريد خامات معينة تصدرها، اوكلوجن. طيب عندك هنا الخامة الموجودة عندنا اللي هي، انا طبعا استخرجتها بس خلوني ارجعها مرة ثانية، الزر اللي ضغطته هذا يستخرج لك القائمة. طيب عندي تكستشر وعندي دوكومنت سيتنج. الدوكومنت سيتنج انت طبعا تختار ايضا حجم الصورة كم، خيارات اخرى تستطيع انك يعني تشاهدها. البيس كلر تمام. تريد تضيف شيء جديد تضغط زائد تمام. تريد تضيف قناة جديدة مثلا سبيكولار اوباسيتي، اللي تبغاه تضيفه. في اشياء انت تبغى تسميها خامات جديدة بكيفك تمام. لما تذهب للتكستشر طبعا احنا لما صدرناه قطعة واحدة، فيخرج لك هنا قطعة واحدة، يعني زي نظام الطبقات. لو كان عندك مثلا الشخصية مثلا الرأس والأسنان ومجسمة، تأتيك هنا طبقات، تريد ان تراها سولو ولا اول براحتك، يعني مفردة ولا كاملة. عندك ال الماتريال هنا، عندك الشدر، عندك 3 انواع تقدر تجربها. الانفايرمنت، البيئة هذه ال HDR. طبعا مثلا انت عملت البيئة عندك ال HDR صورة معينة، تريد انك تلاحظ انعكاس هذه ال HDR على الخامة تمام. تريد انك تشاهد انعكاسها على الخامة، فتستطيع انك تستبدلها من هنا environment map. تستطيع انك تستورد الصورة اللي تريدها. دائما استيراد الصور يكون سهل، فايل امبورت باي مكان، امبورت ايمج تمام. تريد انك ما ترى الخلفية هذه نلغيها، عفوا ليس الاكسبوجر، الاكسبوجر بغينا نلعب فيه. خلوني ارجع زي ما كان، انا اقصد هنا الاوباسيتي لما اقللها تكون الخلفية سوداء، او مثلا تريد لون معين براحتك. طيب فنحن نقللها، نخليها سوداء عشان نشوف تمام، والانعكاس طبعا هذيك يبقى. عندك اعدادات اخرى تحت في الاسفل. عندك هنا التكتشر، وعندك هنا موجود الافكت، مؤثرات وايمتارز، اشياء كثيرة. البرش عندك، عندك تول ادوات ايضا، في اشياء كثيرة موجودة هنا. الماتيريال طبعا لابد اني اغير اعدادات الشاشة عشان تظهر القوائم كلها. الماتيريال عندك انواع كثيرة جدا. وعندك هنا حاجتين، عندك اول شيء نظام الطبقات، نظام رائع جدا، يعني تستطيع انك تضع خامة فوقها خامة فوقها خامة فوقها خامة، وتخفي الخامة اللي ما تبغاها وما تبغى تصدرها. عندك هنا التول بينت، ادوات الدهن، بس خلوني ارفع في الاعلى شوي ما في مشكلة. عندك هنا الـ تستطيع انك تصغر تمام القوائم وتفتحها تعمل لها كولابس. طيب شوف الماتيريال اللي عندي، مثلا انا الان بحط على الطبقة الاولى ماتيريال من نوع معين. طيب هل تريد المعدنية تكون خاصية الميتال موجودة في اثناء، شوفوا في انعكاس ميتال، لا انا ما ابغاها مثلا في خامتي، ابي اطفيها لان الاسنان ليست معدنية. لما ابدا الون ما ابغاها تلون لي بشكل معدني. الهايت ايضا ما ابغاها، ابلغيها تمام، ابغى على الرف والكلر. فابدا البيس كلر، هنا عندي الكلر، شايفين الهايت طفيت والميتل طفيناها. الكلر والله ابغى لون الاسنان تقريبا، يعني اريد الخام اللي انا قاعد الون فيها يعني مثلا قريبة للاصفر تمام. انت تختار طبعا اللون اللي تشوف انه مناسب لك، مثلا يعني هذا اللون تمام. لو لوننا
طيب الآن نبدأ نلون إن شاء الله على وجه السمنة. طيب الطبقة بس نظهرها هنا، لا ما تقدر تدهن هنا. نعم تبدأ تختار، خلونا بس نختار اللون ونطفي. بختار أي لون يعني مبدئيا يكون بهذا الشكل. تمام، وطبعا ليش ما لون؟ لأن ما في خامة عندي، فنختار الخامة هذه. تبدأ، خلونا بس أكبر حجم الفرشة، البرش سايز. تمام، ليش مو راضي يلون؟ خلوني اغير اللون بس على اساس اتاكد. خلوني بس ازيد هنا. ايوه بدا يلون طبعا بعد ما ضغطت سولو. تمام، خلونا نلون على شكل ثنائي أبعاد أسرع بسرعة، بس لأن هذه وكبر الفرشة البرش. طبعا عندك إعدادات كثيرة للبرش، خلوني بس طبعا يعني من باب أني ألون يعني الأسنان بسرعة عشان الوقت. نرجع لل3D. تمام، يعني بهذا الشكل هذه الأسنان عندنا. سنضيف طبقة ثانية نظهر نوعا ما التسوس الموجود على الأسنان، يعني نشوف نضيف أد في اللاير يعني طبقة ثانية. تستطيع أنك تلغيها، هذه الطبقة الثانية الآن هي اللي ظاهرة، الأولى مش ظاهرة الآن، هذه فوقها. الطبقة هذه نريد اللون يكون يعني شنو نقول أسود، بس لا تنسى تلغي منها المعدنية، تلغي منها الهايت عشان ما يصير عندنا مشاكل. أنا عارف طفيت ولا لا، كان المفروض من الأساس يعني ما وضعناها. خلوني ألغيها. ديليت. طيب الغينا، خلونا نضيف طبقة ثانية مرة أخرى ونطفي الميتال والهايت، نطفي الرف، نختار اللون الأسود بهذا الشكل. حلو، ثم بعد ذلك نقوم بعمل ماسك عليها. طبعا تستطيع انك تستطيع انك نضيف اد بلاك ماسك. لما تضيف القناع خلاص اللي لونه اسود ما يظهر، هذا الان ماسك ما يظهر لك شيء. فاريد اني نفس فكرة الفوتوشوب، طبعا اللي فاهمين الفوتوشوب فاهمين كلامي. نضيف على الماسك الان مؤثر، طبعا تستطيع انك تضيف ليفل افكت نفس الفوتوشوب ونفس مؤثر الكيرف على كل الخامات. فنضيف هنا مؤثر عندنا وحنا مختارين هنا. ملاحظين يقولك ما فيه مؤثر أضيف، أنا أريد أن اللون الأسود يظهر من مناطق معينة عن طريق قناع زي الألفا. تمام، فيقولك هنا ما فيه مؤثر عندك، أنا ما أريد المؤثرات هذه. فأذهب هنا للإفكت، هذه الإفكت، هذه الإفكت، أضغط عليها. عندك طبعا افكتات كثيرة، في افكت الاتساخ بشوفه، هذا ديرت، وفي جراوند ديرت، بس عشان هذا هو نسحب المؤثر اللي نريده الى الخانة. يا سلام. طيب ثم بعد ذلك الان هو ظهر. تمام، نستطيع ان نلعب بالليفل تبعه، تبع اتساخ الاسنان يعني. طيب وهنا عندك البوزيشن، الموقع اللي تريد ان الخامة تكون فيه. عندك خامات تستطيع انك تتعامل معها، انا ما اريد الخامات هذه، ابغى اجيب خامة بورت ايمج.
اجيب هذه ومثلا هذه واجربهم. يعني شرط تكون اكلوجن، تمام؟ يعني زي ما تقولون الفا ابيض واسود، وانت تختار منهم. حلو، تمام. وين ينزلون عندك؟ ينزلون عندك بالبوزيشن، وعندك موجودين بالتكسر، عفوا. شوف التكسر هنا، انا لازم اكون فاتح خانة التكسر ثم امبورت ايمج. بس خلونا نختار اي شيء يعني يكون الفا، تمام. هذه نزلت عندي. يبدو انها تاخذ واحدة واحدة بس لان امبورت ايمج. طيب والله مشكلة. طيب خلونا نجرب هذه وهذه، نلقاها بالبوزيشن، اخذناها، تمام. الان شوفوا لما نزيد الليفل يظهر الاتساخ باماكن معينة، يعني والله ما جاء بشكل يعني الشكل اللي احنا نتمناه، بس عموما يبغالك ماسك خاص طبعا انت ممكن تعمله. خلونا نغير البوزيشن، هذا مثلا، يعني هذا ممكن كويس، يعني كان في تسوس او اتساخ بسيط بالاسنان، تمام. هذه قوه الاتساخ، تمام. تستطيع ايضا انك تضيف مثلا طبقه ثالثه، تمام، نفس الطريقه، تعمل لها قناع، طبعا تغير لونها تقدر، بس كان مفترض ان طفينا الميتال. نطفي البرش، شكرا، نروح لل اللون هذه الاصلية، عفوا، خلونا بس نختار لون فيس كلر. حلو، طيب. ونقول لها نعطيها مؤثر substance effect، تمام، نحطها فوقهم مؤثر effect. طبعا البرنامج صراحة قوي وممتاز ويحتاج نظرة، فحبيت اني يعني طبعا تستطيع. خلونا نجرب نوع ثاني من الخامات اللي ممكن انها، خلينا نجرب هذه افكت، تمام، ونزيد ال انا طبعا اخطأت بقضية، انا وضعت لازم تكون مختار الماسك وتضيف له، عفوا، وتضيف له السبستنس، تمام. هنا اسحب، حلو، شايفين جت. طيب طبعا ما شاء الله كل مؤثر من هذه المؤثرات له زي ما يقولون. طبعا نسيت الغي الميتال، ممكن لو كان عندك سن ذهبي او فضي تقدر تغير اشياء كثيرة. طبعا طبعا البوزيشن، خلينا نشوف كيف يجي. لا خلونا نغير بوزيشن اخر، وين الليفل؟ لا هذه طبعا عارفينها، نفس ال طيب عموما هذا الدرس باختصار. طيب كيف نصدر هذه الخامات؟ طيب كيف نصدرها؟ ببساطة شديدة، بس روح فايل اكسبورت، تصدر لي كل القنوات اللي انا انشأتها، اللي ما تبغاه الغيه، تمام، وكم تبغى الحجم وكم تبغى وين المكان اللي بتصدر فيه. طيب انا بغير المكان بس دقيقة،
الله. المكان اللي بحطها فيه بالسي مثلا، بنشئ مجلد جديد. خلاص مجلد 4، يلا اكسبورت. شوفوا على طول سريع جدا ما شاء الله تبارك. طبعا خامات كثيرة عملتها، يقول لك خلاص نجح التصدير. اروح البرنامج المايا، اضغط حرف رقم 6، على طول ادرج اي خامة تكون متعددة. انت طبعا تكون فاهم خامات المايا. خلونا نروح البلن مثلا، الكلر، نبدأ على بركة الله. فايل طبعا اوف، الشغلات هذه عارفينها اكيد. تختار تروح مجلد 4، تلقى الخامات كلها موجودة. هذا البيس كلر، تعال جاء ما شاء الله تبارك الله. طيب نرجع نجي للتري امبيانت كلر، نفس الطريقة. الامبيانت كلر نلغي هذه، اوف اظنها صح علي ان شاء الله. انتم وجهوني طبعا امبيانت كلر. كلر الامبيانت كلر اللي فيه تقريبا، والله ماني عارف اي واحد فيهم. طبعا ممكن ما صدرنا امبيانت كلر، بس انت شوف اللون اللي تحس انه يجي امبيانت كلر، ابيض واسود. طيب خلينا نشوف الاخ هذا. طيب تقدر طبعا تغير انتم، يعني تقدر تقلل الامبيانت كلر، البامب، تمام. طبعا على الفاليو تروح اللي هو النورمال ماب، تمام. طبعا ما احنا معلينا من هناك، ما كان فيه طيب الديفيوس نربطها برضو. انتم اكيد اخبر منا بهذه الامور. ديفيوس في اكثر من شكل ديفيوس، خلينا نشوف هذا. طيب مربوط طبعا. سبيكيولر نفس الموضوع، يعني الأشياء سبيكيولر سبيكيولر سبيكيولر، تمام. تبدأ تضيفهم واحدة واحدة، تمام. طيب في لون يبدو انه خرب علينا اللي هو ايش، واني ناسي الامبيانت كلر. ممكن يبدو انه الامبيانت كلر، نروح له نضغط كليك يمين بريك كونكشن. ايوه ممكن هو برضو. عموما انت تستطيع انك تصنع خامات افضل من اللي انا صنعت، لاني انا تعرفوني ما شاء الله، انا اعطيتكم فكرة عن البرنامج. يعني نوعا ما عموما بهذا الشكل انت تستطيع انك تصل لخامات احترافية.